صرحت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بأن هناك توجها رئاسيا بأن يكون موضوع لجنة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم والتدريب ذا رؤية استراتيجية متكاملة. وأكدت خلال مشاركتها بالحوار الوطني أن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية أهمية قصوى. توجه رئاسي من فخامة رئيس الجمهورية بأن يكون الموضوع ده مطروح على لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني، والمجلس وله أهمية قصوى بالنسبة لأن هو لو احنا فكرنا في أن احنا عايزين نضع رؤية استراتيجية شاملة للتعليم والتدريب، واحنا كمان بنطالب أن يكون في كمان جزء خاص بالبحث العلمي، فلما هنحط رؤية استراتيجية مستقبلية شاملة تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتوافق مع رؤية مصر فيما بعد، ده هيخلي الجهات المنفذة للتعليم والتدريب والبحث العلمي يكون عندها توجه واضح فيما يتعلق بإزاي إنها تحط الخطط اللي تحقق هذه الرؤية.